السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كاخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله على اخبار شبيبه القبائل. حصريا كما راكم تشوفوا تاخير المباراه المؤجله بين شبيبه القبائل واولمبي اشلف ليوم الجمعه 3 مارس عوضا يوم الخميس 2 مارس، يعني تم تاجيلها بيوم واحد فقط طلب من إدارة شبيبة القبائل وموافقة نظيرتها من جمعية شلف. وعبد القادر عمراني كذلك وافق، يعني مدرب شلف أولمبي شلف قوتنا اللي كان المدرب السابق لشبيبة القبائل. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لفريق شبيبة القبائل، ولايك على الفيديو إن شاء الله، أبونيو في القناة باش ديما إن شاء الله راح يوصلكم جديد وراح يوصلكم الحصري تاع أخبار شبيبة القبائل. وكما على بالكم باللي كاين أخبار قاعدة تقول عن استقالة ياريشان وعن استقالة رشيد أزواو في هذا اليومين، يعني اللي جايين راح يخرج الخبر الرسمي إن شاء الله. لذلك ديروا لنا لايك، واش تقترحون ان شاء الله باذن الله، ماذا تقترحون على شبيبة القبائل؟